وللحديث عن القضية ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة لاعب شتوتغارت الألمانية السابق والإعلامي الرياضي محمد حسن. مرحبا بك كابتن محمد. ميونخ يسيطر على كرة القدم ليس المحلية في ألمانيا وحسب، وإنما حتى على المستوى الدولي. كيف ترى هذه الهيمنة للفريق الباباري؟ والله هو يعني الهيمنة اللي باير مسيطر على الكرة الألمانية والكرة الأوروبية ما جاتش من فراغ. احنا عرفنا ان يوب هانكس حقق أكتر من بطولة مع باير وسلم الفريق لبيب جارديولا، وبيب جارديولا أزاد الكرة الألمانية وكرة البافاريا طعم رائع بالمزج ما بين الكرة الأسبانية والكرة الألمانية. النهاردة ألمانيا أو كل الحديث في أوروبا على بايرن ميونخ إنه بيحقق ريكورد ورا ريكورد، 47 مباراة ما تهزمش فيها، 14 مباراة متتالية بيكسب فيها وبيسجل هدفين، بيحقق بكده الإنجاز اللي حققته دورتموند سنة 1995 اللي هم 14 مباراة كل مباراة بيسجل فيها هدفين. كل هذه الإنجازات بتتيح لجارديولا إن هو يستمر مع الفريق ويعمل شيء من الإكسبرمنت أو من التجارب. إحنا شفنا إن بيب جارديولا دلوقتي بيلعب 4-2-3-1، السيستم دوت يعتبر سيستم جديد على الكرة الألمانية. السيستم دوت فيه نسبة استحواذ كبيرة للكرة، في لو شفنا المباراة اللي فاتت لبيب جارديولا الفريق باص أكتر من 622 باص في لقاء واحد اللي هو لقاء هانوفا اللي كسبوا فيه 4-0، منهم 94 ميس باص، طبعا دي نسبة قليلة جدا، وده بنقول ان جارديولا أتاح للفريق. طيب كابتن محمد، يعني الخلطة التي ذكرتها يعني إسبانية ألمانية هي كانت في الموسم الماضي ألمانية بحتة يعني بالمدرب الألماني السابق، لكن ومع ذلك حقق جميع الأرقام وجميع البطولات. هل ستستمر هذه الهيمنة طويلا مع الفريق البافاري؟ أكيد طبعا هتستمر هذه الهيمنة، بدليل أن الناس اللي فاهمة في الكورة واحد زي فرانسيس باكنباور لما يصرح امبارح في الجرايد ويقول أن هو لعب لبايرن ميونخ وأنه درب بايرن ميونخ كمدرب وقام برئاسة النادي كمدير للنادي أكتر من 20 سنة أو أكتر من 15 سنة، وإنه لم يشاهد بايرن ميونخ بيلعب بهذه الحلاوة أو بيلعب بهذه الإمتاع، والجماهير ذات نفسها كل الصحف بتقول إن باير بيلعب دلوقتي بإمتاع والناس بتحب تتفرج على الكرة البافارية من التشوق ومن التكتيك اللي بيلعبوه ومن اللعيبة اللي موجودة. الموضوع مش موضوع بس لعيبة بتأدي، لا، إحنا عندنا النهاردة بايرن ميونخ عنده نسبة من اللاعبين ودقة بدلاء مش موجودة في العالم كله النهاردة. طيب كابتن محمد، يعني ما الذي يميز بايرن ميونخ عن ريال مدريد، عن برشلونة، عن أندية القمة في إنجلترا؟ على الرغم لو أخذناهم على مستوى الأفراد لاعب لاعب لوجدنا هناك أسماء في أوروبا أفضل على مستوى الفرد الاسم حتى في المال، المال نجد فرق أوروبية أكثر وأغنى من بايرن ميونخ، لكن ما الذي يميز عن هؤلاء؟ المزج ما بين اللاعبين، ممكن يكون لعيبة مغمورة ولكن المزج ما بينهم و اديهم ترتيب وتكنيك يأدوه باحترافية، ده بيجعلهم بصورة كويسة جدا زي ما كان دورتموند برضو ظهر من قيمة سنتين بمجموعة أو من ثلاث سنين بمجموعة من اللاعبين الناشئين. هذه اللاعبة الناشئة ما كانش ليها سعر، ما كانش ليها اسم في الوسط الأوروبي العالمي، ولكن لاحظنا طبعا أن المزج ما بين اللاعبين دوت بيأدي في الآخر لنتيجة، والنتيجة ديت هي اللي بتحدد وتقول لو كان الفريق دوت ناجح او مش ناجح. طيب كابتن محمد، اللاعب الالماني قوي جدا مهاريا وتكتيكيا، وانت كنت لاعب سابق في الدوري الالماني تحديدا في نادي شتوتغارت الالماني لعبت فيه، يعني ما الذي وجدت كفرق بين الدوري الالماني او اللاعبين الالمان بدليل ان منتخب المانيا دائما عنصر ثابت في المنافسه وايضا بين الدوريات الاخرى في اقرانها في اوروبا؟ اللعيب الألماني بالذات بنقول عليه اللي هو الماشينة الألمانية أو بنقول عليه اللعيب الملتزم أكتر من اللازم في أوروبا كلها. اللعيب الألماني معروف عنه الالتزام، معروف عنه أنه اللعيب الوحيد في العالم اللي بيتمرن 3 مرات في اليوم، بيتمرن من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 11، دي أول فترة، الفترة الثانية من الساعة 2 لغاية الساعة 3:30، والفترة الثالثة من الساعة 6 لغاية الساعة 8، ده تقريبا 5 مرات في الأسبوع، وده بيديله شيء من الالتزام والانضباط ويديله شيء من القوة. ولما نشوف مع
بيب جارديولا هذه اللعيب بهذه المواصفات وتديله شيء من المهارات الفردية وتديله شيء من التكنيك العالي والبساط والجمل التكتيكية، بيظهر طبعا اللاعب بمستوى رائع وبيميزه عن أي لاعب آخر، وهو ده النتيجة اللي وصل بها طبعا بيب جارديولا. الطريقة الأسبانية الطريقة الألمانية اللي مش موجودة في أوروبا حاليا دلوقتي، كل مدرسة وليها سيستمها. لو قلنا إنجلترا بتلعب بالكرة الإنجليزية، لو قلنا إيطاليا بتلعب بالكرة الإيطالية الأفورية، وألمانيا بتلعب نعم. حاليا وخاصة باير بيلعب بمدرستين، ودوت شيء جديد وده هيميزه على الفترة الجاية. وأنا أتوقع أن باير السنة دي ممكن توصل للشامبيونز ليج وتواصل. نعم نرجو يعني أن نشاهد أيضا منافسة في المواسم المقبلة بين باير ميونخ وباقي الفرق سواء الأوروبية أو حتى المحلية. كان معنا من القاهرة لاعب شتوتغارت الألماني السابق والإعلامي الرياضي محمد حسن، شكرا جزيلا لك. ذكر